دونك نمشيو توا للقاعدة السادسة. القاعدة السادسة باش نعطيكم القاعدة. دونك عند طرح مجموع عددين من عدد ثالث، عندك زوز أعداد جمعتهم مع بعض باش تنحي منهم عدد آخر من عدد ثالث، يمكن أن نطرح الأول. دونك شقولنا يمكن أن نطرح الأول ثم نطرح الثاني، ثم نطرح الثاني من الحاصل. الحاصل معناتها اللي لقيته من الأول، من الحاصل. مثال، باش نعطيكم مثال. مثال به عنا لهنا 20 إلا 9 مع 5. به شقلنا لهنا عند الطرح مجموع عددين، لهنا هاو زوز عداد باش نجمعوه من عدد ثالث، هاو العدد ثالث. معناتها عنا عملية طرح، عملية طرح متاع ما بين شكون وشكون، 20 و9 مع 5 باش نطرحوهم الزوز من بعض. يمكن أن نطرح الأول ثم نطرح الثاني من الحاصل. معناتها نجم هنا نكتبوها 20 إلا 9 ما بين قوسين، ومن بعد شنو نطرحو الثاني، العدد اللي باش يبقى نطرحو، معناتها عندنا عملية طرح، إلا العدد اللي بقى 5. فهمتوه ولا ليه؟ لهنا الاولى شو تعطي؟ نعم مثلا انه كي يقول لي يعطيني سؤال ويعطيني عمليه كيف هذيك ويقول لي احسب بطريقتين مختلفتين، 20 الا 9 مع 5 بين قوسين، كيف تحسبها بطريقتي؟ بطريقتين تحسبها عادي كيما عطاها لك هو. هذه تجي تحسب 9 مع 5 باش تعطينا 14، بعد 20 الا 14 تساوي 6. والطريقة الثانية تولي تطرح العدد اللي عطاهولك إلا العدد الثاني اللي عملناه نحن، تولي 20 إلا 9 باش تعطينا 11 إلا 5 تعطينا 6. وي أو نو، فاهمينا؟ فهمتوا ولا ليه؟ أي بي. دونك نرجو، دونك لهنا شقل قلنا لهنا كي يعطيك لهنا عملية كيف هكا زوز أعداد باش تطرحهم من بعض، العدد الثاني عندك مجموع اللي هو زوز أعداد باش تجمعهم مع بعض باش تنحي منهم عدد آخر. يقولك احسب بطريقتين، تحسب المرة الأولى، الطريقة الأولى تحسبها كيما عطاه لك هو العملية، تحسب ما بين قوسين تحسبهم مع بعضهم وتطرح ما بيهمش لهنا باش نعملها تساوي، وتطرح منها اللولين تلقى النتيجة متاعك. نعم دونك شنو اللي قلنا؟ قلنا لهنا الطريقة الثانية تولي تطرح العدد 20 تطرحه من العدد الأول إلا 9، واللي باش تلقاه تنحي منه العدد الثاني اللي هو 5. فهمتوه ولا ليه؟ اي ليه؟ باهي.
نمشيو توا للقاعدة السابعة، نمشيو توا كملنا من الجمعة، توا باش نمشيو للضرب. ب عملية الضرب، عاد شكون يعطيني خصائص عملية الضرب؟ عملية الضرب تبديلية. وشنو هي آخر؟ تبديلية، صحيح. حاجة أخرى؟ لها الأولوية. لا، خاصيات نحكي كما نحن قلنا في الجمعة، تبديلية وتجميعية. في الضرب عندنا تبديلية. مثال، باش نعطيكم مثال. خمسة في ثلاثة، نجمو نكتبوها 3 في 5، بدلنا الأماكن نتاعو. طب باش تعطينا هذه 15، هذه تبديلية، معناتها نقوم بتغيير الأماكن، اللي كان مكتوب عام الأول يولي مكتوب الثاني، والمكتوب الثاني يولي مكتوب الأول. الخاصية الثانية هي تجميعية. وي تجميعية، أوكي. اللي هي باش نعطيكم مثال تجميعي. مثال ب عندنا 5 في 3 ما بين قوسين في 2، النجم نكتبوها 5 في 3 ما بين قوسين 3 في 2. ايش باش تعطينا؟ باش تعطينا 5 في 6 تعطينا 30. فهمتوه ولا ليه؟ اي ليه؟ فاهمين ولا ليه؟ امين. اي مدى باهي، مازالت الخاصية الثالثة باش نخليوها من بعد. باهي، الخاصية الثالثة اللي هي التوزيعية. باهي، التوزيعية على الجمع والطرح، باش نخليوها. باش نمشيو نحنا للقاعدة الثانية. باهي، ثامنا، دونك عند حساب، عند حساب جوزي عدة جوزي، نقصد بها معناتها عندك عملية ضرب، عدد في عدد مضروب جوزي. جوزي عدة أعداد، عدة أعداد. يجوز لنا تغيير ترتيب العوامل أو تعويض جوزاء عاملين بنتيجة حسابه. حسابي عرفش نعطيكم مثال. به مثال مثال باش نعطيكم مثال. عندنا 25 في 13 في 4 في 3. شن نجمو نكتبو؟ نجمو لهنا شقن يجوز لنا تغيير ترتيب العوامل، نجمو نبدلو الأماكن نتاعو. باهي، دونك نجمو نكتبوها 25 في 4. لهنا باش تسهل لينا، فعوض باش تعمل انت 25 تضربها في 13،
تولي لك عملية مركبة، تولي تسهل على روحك، تولي عملية ضرب تاع زوز تاع عدد ذو رقمين في عدد فيه رقم برك. اوكي فاهمين ولا ليه؟ اي بيه. تولي الاخرى الثانية نسهلوها زيادة، تولي 13 في 3، تولي لنا لهنا 25 في 4، تعطينا قد ايه؟ باش نحسبوها راهو يدويا، الكالكولاتريس راهو صحيح، الكالكولاتريس راهي لا ممنوع عليك. دونك 100 في 13 في 3 باش تعطينا 39. دونك 100 في 39 تعطينا 3900. فهمنا؟ باهي. نمشيو توا للخاصية الثالثة متاع عملية الضرب. دونك تاسعا، دونك نجيو نكتبو عملية الضرب توزيعية على الجمع والطرح، على الجمع والطرح. باش نعطيكم مثال عنا 5 في 4 مع 3. هاك لهنا عندنا عملية جمع وضرب. باهي نجمو شنو نعمل؟ 5 في 4 مع 3 تعطينا قداه؟ قداه 4 مع 3؟ 7. 7. 5 في 7؟ 35. 35. باهي، حاجة زي تو تجبدت في عملية الضرب. راهو اللي ماهوش حافظ جدول الضرب ولا عنده مشكل راهو لازمو يحفظ مادام مازلت ما رجعتوش للقراية، يشوف حل يحفظ جدول الضرب. راهو من غير جدول الضرب راك باش تلقى صعوبة. باهي باهي نمشي توا. هذيك يقولك احسب بطريقتين، هذه الطريقة الأولى تحسب ما بين قوسين وتضربو في العدد اللي موجود البر. الطريقة الثانية شقلنا لهنا 5 في 4 ما بين قوسين 4 مع 3، باش نجيو ننشرو. باش نقصدو بها عملية النشر، نقصدو بها عنا 5 في 4 مع 3، معناتها 5 نضربوها في 4 مع 5 في 3، معناتها 5 حاجة مشتركة ما بيناتهم. فهمنا؟ باش نبسط لكم مثال حي. باهي هذا 4 و3 احسبوا انت واخوك ولا انت واختك، انت واخوك. الخمسه ذي يمثل اللقب نتاعكم. باهي اللقب نتاعكم باش تجي باش تنشروا، تولي انت باش تاخذوا اللقب واخوك باش ياخذ اللقب وتوا تشاركوا في نفس اللقب. فهمتوها بالطريقة هذه ولا لا؟ هذه النشر نقصد بها النشر. هنا نجي ونكتبو النشر، اكتبوها حتى في الكراسة متاعكم، اكتبوها المثال اللي قلتو باش يعاونكم. باهي النشر معناتها عندك انت مثال انت وخوك تشتركوا في حاجة اللي هي مثال اللقب. هاو انت وخوك، اللقب هو الحاجة اللي موجودة البر، هاكا كل واحد باش ياخذ اللقب نتاعو. فهمنا؟ دونك نجيو نكتبوها لهنا 5 في 4 هاكا انت خديت اللقب مع خوك خذا زيت اللقب 3 في 5. نجيو نحسبوها 5 في 4 قد ايه؟ قد ايه؟
20 5 في 24 مع 3 في 5 15 15. 20 مع 15 كم تساوي؟ 35 35. بي حاجة ما باش نعطيكم توضيح صغير، حاولوا ابعدوا على اللغة العامية، اللغة الدارجة نتاعنا، اللهجة الدارجة نتاعنا ابعدوا عليها، احكيوا بالعربية. دونك ما نقولوش نقولوا 5 في 3 والا 5 ضرب كذا، معناتها حاولوا تعلموا اقراوا الاعداد، اقراوها بالعربية الفصحى باهي، باش هكاكا يظهر الفرق ما بين الدارجة واللغة العربية نتاعنا باهي. باهي نعطيكم مثال آخر، مثال 9 في 5 إلا 3، تو عملناها نحنا الضرب قلنا توزيعية على الجمع، عطيتكم مثال على الجمع، تو باش نعطيكم على الطرح. هاي شكون اللي يعطيني الطريقة الأولى؟ صحيح، 9 في 2 تساوي 18. شفتوا كيفاش قريت العملية هكاك باش يبين الفرق، وزيدا باش زيدا تعاونكم حتى على اللغة العربية. باهي تو الطريقة الثانية، ها الطريقة الثانية، تذكروا المثال 9 ها في 5 في 5 في 3 إلا 9 في 3. صحيت صحيت، ها نجيو نحسبوا 9 في 5 كم؟ 45 45 إلا 9 في 3 27 صحيت. به 45 ناقص ناقص 27 كم؟ ممكن 18. صحيت، فهمتوها توا؟ اي صحيت. بي تو باش نمشيو للقاعدة العاشرة، القاعدة العاشرة سي الاخرى هيف. دونك عاشرا، دونك عاشرا به عند حساب، عند حساب عبارة بها جمع و ضرب اللي قلتها المرة الأولى عبد الرزاق كي قلت لنا الخاصيات، فإن الأولوية لشكون؟ ها الأولوية لشكون، الجمع ولا الضرب؟ للضرب. فإن الأولوية للضرب، هاو كتبتها بلون مغاير، للضرب. باهي مثال، مثال باهي باش نعطيكم عملية، 4 في 5 مع 3، ها قداش تساوي؟ 23 تساوي 20 مع 3. صحيح، تردوا بالكم دونك الأولوية قلنا شنية لعملية الضرب، دونك تضربوا 4 ضرب 5 دونك تعطينا 20 مع 3 تعطينا 23. تردوا بالكم كان وي عبد الرزاق، ولا ساعات تنجم زاد تجينا عملية كان فيها الجمع والطرح مع بعضهم. اي تنجم، عمش نعطيها لكم تو باش نبدو، عمش نعطيها لكم شو ملاحظة لهنا، تردوا بالكم شفيش تعمل 5 مع 3 تعطيك 8 وتضربها في 4، غالطة، الأولوية راهو للضرب. باهي باهي، همش نعطيكم مثال الثاني فيه الجمع والضرب والطرح. باهي عندنا 8 مع 5 في 7
الا ثلاث. ها شنو باش نعملوا من اللور؟ شكون تو باش تجي الاولويه؟ باش نعطيكم الاقتراحات، الاولويه لعمليه الجمع والا الاولويه لعمليه الضرب والا الاولويه لما بين قوسين. رتبوهم شنو اللور صحيح ما بين قوسين. دونك نجيو نكتب بين قوسين صحيح. دونك 8 مع 5 في 7 الا 3 كم؟ في 4. صحيح في 4. توا شكون الاولويه ليه، الضرب ولا الجمع؟ ضرب. ضرب. دونك 8 مع 5 في 4 مع 20. 20 مع 8 تساوي 28. صحيح. سي فهمتوا؟ هذا هو الدرس نتاعكم الكل. تو شنو اللي باش تولي العمد عليه؟ التمارين. باهي باهي باش نعطيكم تمرين. تمرين عدد واحد تمرين عدد واحد باهي. احسب بأيسر طريق. هذا السؤال راه ديما يجي. طريق ب. باش نعطيكم العملية الأولى. دونك باش نجي نسميه هنا واحد، معناتها العملية الأولى 17 مع 7 مع 9. معناتها كيفاش نقراوها بالعربية؟ 17 زائد 7 زائد 9 زائد 13 زائد 31 باهي. تساوي ها باش نخدموها مع بعضنا. ها شو تعطينا لهنا؟ 31 مع 9 هذا باهي في القوس الثاني. دونك 31 مع 9 صحيح. اعطيني القوس الثاني. ها 17 17 مع 13 باهي. شكون العدد اللي بقى وحده؟ 17 و 9 لا 9 خدمناه، 17 عملناه، 9 عملناها سيئة. 7 صحيح. طو شو نجيو نحسبو ما بين قوسين 17 مع 13 كم تساوي؟ 30 صحيح. مع 31 زائد 9 40 مع 7 ب. 30 مع 40 كم؟ 70. 70 زائد 7 تساوي 77 صحيح. ب. باش نعطيكم توا عملية الثانية. به العملية الثانية ثانيا 36 مع 29 ما بين قوسين مع 21 زائد 14 تساوي كم؟ ها كيفاش باش نعمل الأعداد؟ فاهمين؟ اي متفهم. باهي دونك ها نرجع طول العملية متاعنا. ما بين قوسين صحاح وإلا لا باش نحسبوه؟ صحيح. نجيو نكتبو 36 مع 14 والقوس الثاني شكون اللي قاعدو العداد؟ 29 زائد 21 تساوي
36 زائد 14 كم تساوي؟ 50. صحيح، 50. 50 زائد ما بين قوسين الثاني. 50 أيضا. 50 صحيح. 50 زائد 50. 100. صحيح. باهي، نعطيكم عملية أخرى. نعم عبد الرزاق. يعني كي يعطيني عملية كيف نكاك 36 مع 29 مع 21 مع 14، يعني نجم نبدل بين اللي بين الأقواس، يعني نجم نتصرفهم كيف ما عملت أنت؟ حاول، شفت معناتها كان قال لك احسب بطريقتين، الطريقة الأولى تحسبها كيما عطاها لك العملية، مع تحسب ما بين قوسين الأولاني وتزيدوا ما بين قوسين الثاني. الطريقة الثانية تبدل البلايص، معناتها باش تحاول باش تعطيك أعداد، معناتها 10 20 30 40 50. فهمتوها ولا لا؟ صحيح. باهي، نمشيو للعملية الثالثة. باهي، العملية الثالثة عندنا 317 زائد 133 زائد 117 زائد 133 تساوي. ها، عندنا الحق باش نحيوهم 133 وإلا لا؟ عندنا الحق ولا لا؟ أي لهنا شنو اللي عملنا لهنا؟ عندنا زدنا، أضفنا 133 للحدين بالزوز، لكن قبل ما تنحي تجي تشوف عندك عملية جمع ما بيناتهم ولا طرح؟ جمع. جمع، دونك ما عندكش الحق باش تنحيه، كان جات إلا تنجم تنحيه. فهمتوها ولا لا؟ فهمتك. صحيح، دونك نجيو يعني لهنا. كان جبت إلا وقت نجم تنحيه. باهي، دونك لهنا عندنا كان طريقة واحدة. ما تنجمش. دونك قديه؟ 317 زائد 133 قديش تعطينا هذا؟ ها احسبوا، والقوس الثاني قديش يعطينا؟ 450. 450 زائد القوس الثاني 350. تساوي كم؟ 800. صحيح صحيح. باهي، باش نعطيكم التمرين الثاني. باهي، التمرين الثاني. باهي، دونك تمرين عدد اثنين. تمرين عدد اثنين. به احسب، احسب. به باش نعطيكم العمليات. دونك باش نعطيكم العملية الأولى، عندكم 171 ناقص 97 كم تساوي؟ العملية الثانية 4173 إلا ناقص 1 إلا 999 تساوي كم؟ هذه حاجة جديدة باش نوريها لكم. العملية الأخيرة 171 ناقص 83 إلا 14 تساوي. به العملية الأولى تجب تحسبوها عادي، عملية طرح. دونك شو تعطين؟ ها احسبوا. 74. صحيح. به الثانية هذه النجم نطبقوا عليها نحن السؤال، احسب بطريقتين.
الطريقة الأولى تحسبها كما هي، معناها ما بين قوسين، وبعد تطرح منها 999، وإلا الطريقة الثانية اللي هي تكتب ما بين قوسين، تكتبه كما هو 4173 إلا 1 إلا 999، باش تردوها انتوما حاجة إلا 1 تعطينا 999. ها حاجة تنحي منها 1 تعطينا 999. ألف. دونك لهنا شنو عملنا؟ حذفنا ولا طرحنا نفس العدد من الحدين. دونك لهنا نجمو نحسبوهم مش موجودين. دونك شو تعطينا؟ 4173. عندنا عملية إلا، مش نعمل هنا بلون مغاير، إلا مادام نحينا الواحد دونك شو تقعد لنا إلا 1000. إيش بتعطينا النتيجة؟ ها 3173 صحيح. فهمتوها هذه ولا ليه؟ اي صحيح. طب باش نمشيو للعملية الثانية. العملية الثانية ما نجموش نعملوها، ما عندكش شي حاجة باش تنجم تعملها، حاجة تنحي منها 83 تعطينا 14. دونك الأسهل لنا الأعداد الصغار نحطوهم بحذا بعضهم، بمعنى عندنا 171 نخليهم. دونك عندنا شنو عملية طرح لهنا. دونك نعملو إلا نعملو قوس. دونك نعملو قوس، عندنا شكون 83 مع 14 باش تولي مع. فهمتوها ولا لا؟ أي باه. دونك لهنا تعطينا 171 إلا 83 مع 14، كم تساوي؟ 97. 97. 97 بين 171 إلا 97 اللي خدمناها لهنا، دونك باش تعطينا 74. فهمنا؟ فهمتوها الناس كلها؟ أي باه. اوكي باه، نعطيكم تمرين عدد 3، نحاول نعطي فيكم الانواع الكل يجيو في الامتحان فرض الاولاني. تمرين عدد 3، اكمل بما يناسبه. بما يناسبه باه، باش نعطيكم العمليات. دونك العملية الأولى عندنا 179 مع كم تساوي 200. باهي. العملية الثانية 171 ناقص كم مع 9 تساوي 50. العملية الأخيرة 413 ناقص 73 إلا 113 ناقص كم تساوي 300. باهي هنا باش نصغر فيها. دونك ناقص كم تساوي 300. باه تبعوني باش نوريكم كيفاش تخرجوهم بالسهل. باه لهنا باش نلقاو هذا باش نعملو العدد 200، العدد الكبير نطرحوه من الاولاني من العدد الصغير. فهمتوني ولا لا؟ اي ولا لا؟ اي. دونك باش نعملو 200 الا 179 كم تساوي؟ 21. صحيح 21.
دونك لهنا نجيو باش نكتبوها لهنا بلو مغاير لهنا 21 بي. دونك نمشيو للعملية الثانية 71 ناقص كم مع 9 تعطينا 50. دونك شنو باش نعملو؟ 50 باش معناتها باش نرتبوهم الأعداد عن 71 مع 9. 71 مع 9 مع 9 إلا 50. أوكي ولا ليه؟ وإلا مش لازم نكتبوها لهنا إلا 50، باش نجيو نكتبوها لهنا. نجيو نعملو من الأول 71 مع 9 إلا هذا العدد المجهول تعطينا 50. باهي 71 مع 9 كم تساوي؟ 80 إلا كم تساوي 50؟ شنو نعمل؟ 80 إلا 50. 80 إلا 50 تساوي كم؟ 30. إذا العدد الذي نبحث عنه هو 30. نجيو نكتبو لنا 30. نمشيو توا للعملية الثانية. عندنا 413 إلا 73 إلا ما بين قوسين 113 إلا كم تساوي 300. نجيو نحسب 413 إلا 113 كم تساوي؟